الجنة والنعيم والسوق لما يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. الله وأسمي بأمدي موارد سائغة هنية مبتدئا من الشغل الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتكن في الغرر الكريمة والجباه. واستمر الله تعالى ورضوانه يغوص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حفظ الخطاء والخطى. وانصر من قصوة المولد النبوي بلوطا لسانا بقرية نادئا من النسب الشريف قد انت على المسامع بأولى. واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أدر اللهم قبره الكريم في عرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد الخصال وسنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجهم سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهري واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنضماه. فعظم به من
عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تنصب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبدا يقد سودته وفخار أنت في اليتيمة العصماء واكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاه الجاهلية ورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاه فلم يسبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه صراط صرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صم لهبوب نسيم سبا وقسيت الأرض بعد طول جنبها من النبات حللا سندسية وأينات الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمخارب ودوابها البحرية واهتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرحبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تا وغطيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قبا عدر اللهم قبره الكريم بأرض شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وبرز صلى الله عليه وسلم وادع يدي على الأرض رافع رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدده وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدمه على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن انتفاعه وسجايا ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهذه البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مدى ودعته الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نذيبا مهدونا مغدوعا سر بيد القدرة الإلهية طيبا دليلا مبخولة بفعل العناية علاه وقيل حضنه جده بعد سبع ليال سوية وأولم وأدعم وسماه محمد وأكرم مسواه أنذر اللهم قبره الكريم بعرق شري من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه محل القيامة.